شيه شو هالحكي هاد؟ خير الطنبرجي كان معزوم؟ ولا تقنعني لا مع القصة لا خير ينعزم وانا لا؟ لا تخيني تخيني كتير هي ابو محدين ما عم تنبلع معي ابدا. ايه ودخلك ابو عبدو الناعوري كان بالعزيمه شي كمان؟ الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك يا عبد المجيد عيسى على العمله. العمى فعلا شي بيسود الوش. ودخلك على علمك انا ليش ما انعزمت؟ ايه ها نسوه لانه انا نكره كثير لحتى ينسوني مو هيك؟ ايه بعدين فيك تقلي ليش ما نسيوا غيري؟ مثلا اللي وقبوا غياس نسيوا شي؟ ايوه طبعا لا ما بينسوه لانه هذا لواء وابو حكمه المعصراني حدا نسي شي؟ ها ايوه هذا ما بينتسى اخي لانه زنجيل ومعبى مصاري مع انه بالاسم زلمه ومعبي بنطلونه. والقاضي ابو مصطفى طبعا موجود قاضي قد الدنيا كل الناس بدها رضاه لك يا عمي. على كل حال ماشي الحال ابو محدين بسيطه لك يوم يا عبد المجيد عيسى بسيطه. يا اخي ابو محدين بسيطه برجع بحكي معك. اهلين الله معك. ولك اخ اخ رح يحرق قلبي عبد المجيد عيسى هاد. ليش بقى؟ لك معقول يعمل عرس ابنه ويعزم كل الناس وانا ما يعزمني؟ هلا ما رح نخلص من قصه العرس، صار لك 20 يوم عم تحكي فيها، حاجتها بقى؟ طبعا بدي احكي فيها، لانه هي الشغله عم بتحز بقلبي حز وعم تنخر صمصوم قلبي نخر، لك العمى بقلبه، لك ما ماتت امه من غير اليوم، استنفرت معه 3 ايام وانزرعت زرع بالعزا لحتى استقبل وودع مثل حكايتهم طول النهار، ولما اخذوا ابوه على المستشفى كنت اول واحد مزروع على باب غرفه العمليات والبوكيه الورد على ايدي، لك انا مسلفه كثير لهالزلمه هاد. ليكون نسيوك نسوه. كانوا ينسوا حدا غيري مو ينسوني الي. هالشغلة ما خلطت مشتي بنوب، أكيد الشغلة مقصودة. ليش بقى؟ معلوم لأنهم بيغاروا مني، بيشوفوني صاحب حظوة اجتماعية كبيرة وصاحب مركز اجتماعي لامع، وكيف ما فتت وكيف ما طلعت بكون محط الأنظار ومركز اهتمام، لك ما في عزا بحضره أو عرس أو أي مناسبة تانية إلا ما بلحق سلامات على الكبير والصغير، لذلك بيتجاكروا مني وبينقرقوا مني وبيحاولوا يصغروني هيك قدام الناس وما يعزموني، بس فشت عينهم الشغلة كلياتها ما بتغبر على كندرتي. وإنت قلت سميح، وإذا ما عزموك نصت شي شقفة يعني؟ ما نصت شقفة لا، بس هذا اسمه استهتار تهميش، بدهم يهمشوني، بس عيب عيب عليهم يعملوا معي هيك. لك الناس اللي كانت قاعدة بالعرس وما شافتني شو بدها تقول؟ ما رح تسأل حالة ليش أنا مالي موجود؟ أو ليش ما انعزمت؟ يا ستي بدها تسأل لأنه رح ينتهبوا لغيابي. لك لا تطلعي فيني هيك، فراغ كبير بترك أنا، يعني ما بقعد بالمناسبة أو لازمة مثل باقي الناس والعالم صمم بكمن فهم لا يفقهون لا بحكي ولا بشكي، بالعكس تماما بتلاقيني من أول ما بفوت لوقت ما أطلع لساني ما بفوت لحلقي ولا بكن ولا بهدى، والحديث كله يا أما أنا مستلم مقاطعة وما عم خلي دور لحدا يا أما موجه لي. بقى وين رايح بهالعجة عبد المجيد وين؟ بسيطة هلا سميح، مشان الله التعق قلبي من هالقصة، لو كنت عرفاني انك رح تحكي فيه 20 يوم كنت رحت براسي لعند عبد المجيد وترجيته وبست ايده وقلت له دخيلك اوعى تنسى تعزم جوزي، حطوه براس القائمة دخيلكن. عم تتمالسي يعني؟ بعدين هي انت الثانية كمان ما انعزمتي على عرس النسوان؟ لا ما حذرت لانه انا انعزمت اول شي، بس ما رحت مشان راعي مشاعرك. المهم هلا امتى بدنا نزور بيت عمتي؟ صرنا زمان ما شقين عليها. امتى ما بدك تروحي؟ بكره بس على شرط يكون قبل الظهر، لانه بعد الظهر في عندي مباركه لبيت الاوادري والمسويه في عنا تمسايه لجيران بيت اختي بحاره الهواش. لا لا انا قبل الظهر ما بقدر، عندي مشوار على المستشفى. خير؟ ابو نعيم عامل عمليه بواسير وبدنا نشق عليه. مين نعيم؟ موظف عنا بقسم العقود يلي شفناه بعيد ميلاد كوثر، ما تذكرتي؟ ايه امبلا تذكرته. لكان خلص خلي مشوار عمتي لبعد بكرة. بعد بكرة 40 أبو عادل ولازم وقف مع أولاده من الصبح للمساء. طيب شو رأيك يوم التنين؟ لا مو فاضية يوم التنين، عندي صبحية ببيت المغربي وعصرية ببيت الأفغاني.
لكن امتى بدنا نروح؟ بكرة إذا اجتمعنا أنا وياك بالبيت ما نفكر بالموضوع. بدك شي؟ شايفتك لابس ومبكر، شو في عندك اليوم؟ رايح على ضيعة المروج. خير، شو في بالمروج؟ يا ستي في صلحة بين بيت الآغا وبيت الباشا، وعازمين وجهاء كتير ليحضروا الصلحة، وأنا طبعاً من بين المدعوين. ومنين بيعرفوك بضيعة المروج؟ ليش مين ما بيعرفني بالضيعة كلها؟ أصلاً المختار شخصياً هو اللي دعاني، وغير هيك بيت الباشا يرايح له نتيل وراح يقبضوا ديته بكرة، بعرفهم من كبيرهم لصغيرهم. أه الله يوفق. وانت شو رح تساوي اليوم؟ نازلة مع بيت الكسرواني على السوق. ليش شو في بالسوق؟ بدهم ينزلوا يقطعوا قماشة البدلة البيضاء وينقوا الجهاز وأنا معزومة معهم. لك بتعرف أم أحمد الكسرواني شو قالت لي؟ لا والله. قالت لي أنا ما بمشي خطوة بلاكي وراسها وألف سيف إلا نقي قماشة البدلة البيضاء. بقى حلوة يعني اكسفهم وخجلهم؟ لا والله مو حلوة. بيت الكسرواني صاحبين واجب مثلنا ولازم نطلع قدهم. هلا انا لازم افكر بطريقه كيف خزق فيها عبد المجيد لانه ما عزمني على العرس. رجعنا لقصه عبد المجيد وعرس ابنه؟ نسالي اياها القصه، طلعت ايد المساله. الو، مرحبا نعيم، شلونك؟ شو اخبارك؟ دخلك؟ امتى عرس ابن اختك؟ الخميس الجاي؟ منيح. وين اعتمدتوا تعملوه؟ باي صاله يعني؟ يا سلام، ممتازة كتير هاي الصالة. والكروت انطبعت يا ترى؟ ايه تمام، دخيل عينك شف لي بقائمة المدعوين اللي عندك اسم عبد المجيد عيسى مسجل شي؟ ايه يلا يلا انا بانتظارك. لك اخ اخ، رح ينتفخ قلبي من قصة عبد المجيد. ايه نعيم، شو هالحكي؟ مسجل؟ وينك نعيم؟ اشطبه فورا. لك اخي لا تسألني ليش، عم بقول لك اشطبه. هي منيح، يسلموا ايديك. اخي هذا عبد المجيد ما لازم ينعزم على اي مناسبه من مناسباتنا بعد اليوم. لا ما في تار بيني وبينه، بس المنظوم لما عمل عرس ابنه ما عزمني. شفت على الفصل البارد؟ إيه بس انا ما راح انساله اياها، لاحوا على الدعسه. وين في مناسبه او لازمه بده ينعزم عليها، لازم اعمل جهدي لاشطبه وناوي انهي وهمشه اجتماعيا. طبعا بيستاهل. وينك نعيم؟ إذا لزمكم شي اتصلوا فيني. ها، وعلى كل حال أنا من بعد بكرة رح فرغ حالي لعرس ابن اختك. لا ولو، هذا واجبنا. أهلين أهلين نعيم، الله معك، مع السلامة. شو رأيك بهالحركة اللي عملتها؟ يعني فكرك إذا عبد المجيد ما انعزم على عرس ابن أخته لنعيم كتير رح ينطش أو يتأثر. وليش لحتى ما ينطش؟ لأنه مو مثلك. مو مثلي؟ ليش شبني أنا؟ ما بكشي، بلا ما أحكي أحسن. مرحبا. أهلين، طمني شلون كانت الصلحة؟ أما شو صلحة؟ الحكي مو مثل شوف لك عليها. لو تشوفي الدبايح والأكل والفواكه والمحلي والأراجيل، لك ما خلوا شي يعتب عليهم. طبعاً، لأن الجماعة بيفهموا بالأصول. بيفهموا بس، لك جماعة بيشرشروا فهم وذوق. الله وكيلك، من أول ما دعست رجلي باب العتبة دفشوني فرد دفشة على الصدر وقعدوني جنب المختار ورئيس الجمعية الفلاحية ومختار ضيعة جل الديب، وقبل ما ألقط نفسي جابولي أرجيلة ودحشوا البربيش بتمي. وتصالحوا العيلتين مع بعضهم دخلات؟ طبعاً تصالحوا، لكن ليش رايحة كل الجهات؟ والخميس الجاي عاملين مولد وعازميني عليه وراح يقروا بهالمناسبة. وناوي تحضر المولد أنت؟ ايه طبعا بيصير ما احضر، لك هذا واجب وانا طول عمري صاحب واجب، تعرفيني انت. ايه والله معك حق، كل شيء الا الواجب. صدقني يا سميح، انا اذا لا سمح الله قصرت بشي واجب، يعني مثلا اذا ما حضرت شي مناسبة عزمت عليها او ما شاركت بعزيمة او تمساي لحدا بعرفه، ما بنام طول الليل، هيك ضميري بيوجعني من جوا. لك لكن هذا هو المظبوط، الناس للناس. لك المثل بيقول جبل لجبل ما بيلتقي، بس بني آدم لبني آدم بيلتقي. لروح شوف مين. أهلين أخي ربيع. أهلا وسهلا. تفضل. أهلين أهلين وسهلين ربيع، يا ميت أهلين وسهلين. تفضل. أهلا وسهلا. ما بقدر، مستعجل شوي. خير أخي، في شي؟ إيه ما في شي، بس وين كن أنتم؟ ما كن مبينين. خير لا سمح الله في شي؟ مقصر مع حدا شي؟ حكيمة ما بتعرفني أنا صاحب واجب بنطر أفاي وما بحب كون مقصر لحتى ما حدا يجيب معدلي. صحيح، وعلى هوا ما سمعت،
ما في عرس إلا بصير عندك خبره، ولا مولد ولا فرح ولا حتى طهور إلا كله بتدرى فيه وكله بدك تحضره. مزبوط، أنا بدرى بالشاردة والواردة وبقوم بواجب الناس، هيك الأصول. بس أمك صار لها 4 أيام بالمشفى، يا ترى تريد بها الشي يا أبو الأصول؟ صباح الخير. صباح النور. بسم الله. الله، قهوتك طيبة اليوم؟ بس اليوم؟ لا مو بس اليوم، كل يوم سبت من أول كل شهر بتطلع معك القهوة هيك. أصبح المفروض إنك تساوي القهوة أنت باقي الأيام، لأنه قهوتك ظابطة بكل الأيام. ذكرى معينك، ليش لا؟ دخلك بدي أسألك، مع مين كنت عم تحكي الصباح؟ رنت التليفون زعجتني تمام. أختك عايدة. أختي؟ شو بدها؟ ما بدها شيء، بس عم تسأل عن معاملة حصر القرص شو صار فيها. من الساعة 7 الصبح عم تسأل عن المعاملة شو صار فيها؟ العمى شو صاير بالدنيا؟ شو يعني؟ رح تطير البردة؟ يعني ما بتعرف اختك قديش بصلتها محروقة وبدها تعرف كل شاردة واردة عن المعاملة وبالتفصيل الممل. لك لسه من يومين شفت جوزها بالقهوة وسألني 40-50 سؤال عن المعاملة، يعني من وقتها لهلا ما حلو يصير شيء جديد؟ لك هي معاملة حصر قرص مو معاملة حكم عليه. فهمت هالحكي على التليفون وقلت لها بجوز بشهر زمان ما تخلص المعاملة؟ ايه، وشو قالت لي؟ قال يا ريت تستعجل بالمعاملة قد ما فيك، لأنه في حواليها زبون لبيت كفر سوسة وخايفة يطير من إيدها. هلأ دغري لقيت زبون للبيت؟ العمى بقلبها لسه ما لحقت تورته، تستنى لتورته وينكتب باسمها بعدين تلاقي زبون. علم الله يا نادية، كنت متمني من أبي الله يرحمه إنه يحرمها من الورثة وما يكتب لها شي بنوب، مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله، لا، بس لأنه ما بتستاهل، حسودة وعينها ضيقة. لك يخرب بيت قلبها، عندها عواض البيت 7، عواض الأسطوح 6، عواض السيارة 2، عواض المحل 3، ولسه لحقتنا لهون؟ لك جوزها مليان، معبى مصاري، لك يعني لك إذا نفخ على البيض بيقليه. يعني شو بدك تساوي؟ أختك هيك عقلها. لا، واللي قاهرني يا نادية إنه لما كان أبي بالمستشفى الله يرحمه ما كانت تزوره إلا كل 4-5 أيام مرة، وعلى شو؟ اليوم فاضية واليوم مالي فاضية، وهلا لما صار في ورثة فضيت الخانم وصارت خالية أشغال وصارت تدقلنا على البيت كل يوم التاني تليفونات. معك حق تحكي هالحكي يا أسامة، لأنه الشيء الطبيعي إنه يفيق الواحد الصبح يروق دمه بفنجان قهوة مثل هالعالم والناس، إلا نحنا مننام على سيرة المعاملة ومنفيق على سيرة المعاملة. طيب وبعدين؟ إيه والله طيرت أنا التاني من هالقصة، لا على آخر الزمان طلعت لي ضرة اسمها معاملة حصر القرص، يعني لو كنت سلمتها لصهر من قصرتك ما كان أحسن لك من كل هالعي. أصهرتي؟ إيه والله وصلتي، أصهرتي مو فاضيين يشتغلوا فيها بس فاضيين يورتوا. ايه نادية، انا رح البس وانزل على الدائرة العقارية، بدك شيء؟ جاي على الغداء؟ ايه رح اجي، رح اقضي نهاري كله ورا المعاملة وبرجع مع انصراف الموظفين. ايه الله ييسر عليك. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير استاذ. صباح النور. يا ترى شو صار بهالمعاملة؟ انو من نون؟ لا يا استاذ، شو نسيتني؟ وشك ما هو غريب علي، بس عدم المؤاخذة وين شايفين بعضنا نحنا؟ أنا أسامة بقدونس، صرت جاي لعندك أكثر من 10 مرات. أيوة ذكرت، أنت إلك معاملة حصر قرص عنا. بالضبط. يا أهلا وسهلا فيك، دخيلك لا تأخذني، يعني قد الواحد ما بيشوف معاملات وما بيمروا على راسه بشر، أنت تتخربط ذا كنتو. الله يعطيكم العافية، والله شغلكم مهين. الله يعافيك، ما هيك يا إلي بسهل، شرف افتح ليش وقت أنت؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. يا ترى شو اخبارنا؟ اخبار معامله؟ إيه؟ لحظه صغيره بس، لان الواحد مخه مو دفتر، بتعرف يعني، ونحن ما بنشتغل على الكمبيوتر، نحن لساتنا على القديم. لحظه صغيره عيلتك شو بدك معامله؟ اذا بدك، لان الواحد ما بيعرف شو بدك تضيف معامله، قول شو بدك اياها.
وسلامة بقدونس، ما هيك؟ وسلامة بقدونس، وسلامة بقدونس، وسلامة بقدونس، وسلامة بقدونس. اه ليكا محطوط عروش عم دور تحت انا، العمى ما اخباني. بسيطة كبا عبا، شو بدنا نسوي؟ كيف لك وين صرنا؟ كثير كويس، كثير منيح، قطعنا شوط كبير فيها هذه المعامله. ايه لك يعني رح تخلص؟ ايه لا مو لهالدرجه انت الثاني، على شو مستعجل؟ بدها شويه وقت مساله. ليش شو ناقصها؟ ها ها يا سيدي، اول شيء بدنا خراج قيد عقاري، خراج قيد مصدق اصولها، وبراءة من الماليه لكل الورثه، وبيان عائلي مصدق من النفوس، وشويه اجراءات اداريه ثانيه بدنا بلك عليها بوقت. انا الله وكيلك، عم يداوم مثل الموظفين، كل يوم من الساعة 8 وما بيرجع للتنتين، وإن شاء الله في نتيجة بعد هالتعب. ما منقول إلا إن شاء الله. الله يصلحه أخي، كان يسلم هالمعاملة لشي واحد يمشي له إياها، مو أريح له؟ واحد مثل مين؟ إيه ما حدا فاضي فيكم. لك ما عم بحكي عنا، قلة معقبين معاملات بالبلد؟ اي معقب معاملات بتعطيه المعامله بياخذ قرشين بسلمك اياها خالصه مخلصه ومن ما جميعه. اخوك حب يوفر عليكم كم قرش، قال بيمشي المعامله بايده احسن ما يدفعكم مصاري. ايه هلا بيناتنا مصاري انت الثانيه؟ لا ابدا. الله يصلحه اخي، شو بيحب التوفير اللي ما له طعمه، يعني مشان يوفر علينا شوي رح يروح عليه زبون تبع كفرسوسي. المهم ما قلتي لي وين صارت المعاملة؟ عم يشتغل فيها. يا حسرتي عليه، عم يفعي فعي مثل الزنبرك بدوائر الدولة كل يوم. صباح الخير. صباح الخيرات أمل. شو ما ذكرتني؟ عدا مؤاخذة، والله وشك مألوف كثير علي، بس ذكرتي ما عم تسعفني، ما عم تسعفني ذكرتي. أنا أسامة بقدونس وإلي عندكم معاملة حصر قرص. أيوه ذكرتك، أهلين وسهلين أستاذ أسامة، يا بيت مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبتين، شفتك ليش واقف، أهلين وسهلين ومرحبتين. شكرا. يا أهلا وسهلا. شلونك أنت؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله يا ربي. قلي شو صار بالمعاملة؟ معاملة ما بقدر جاوبك، ما بقدر جاوبك على عماها، لأنه عقلي مو دفتر. لا تأخذني أخو أسامة، العقل الواحد مو دفتر، لأنه يعني لو كان كمبيوتر عقلي كنت جاوبتك، بس مو كمبيوتر عقلي. سجلها بالديوان، حط لها رقم وتاريخ، بعدين تعال عندي. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام والاحسان. يا اخي الناس هون عندها جهل فظيع بالامور الاداريه وطريقه تسيير المعاملات، يعني بدك تمسك الواحد من ايده وتدله وين يروح وين يجي. شي بيجيب لك ورقه بلا تصديق، بلا تصديق بيجيبها، شي بيقدم طلب بدون ما يسجله بالديوان ويحط له طابع. شي بيكون نفوسه بعين تغمى بيجيب لك ورقه من مختار عزبي. يعني لازم، ما بعرف والله العظيم شو اخذ هالحاله، لازم يعني يعملوا برامج توعيه للمواطنين بالتلفزيون عن الطابو، مثل ما عم يعملوا برامج صحيه وتربويه، شو المانع يعني؟ شو المانع؟ سيدي معك حق، بس كمان في بعض الموظفين بيبخلوا بمعلوماتهم عن المواطنين. صح، معك حق، بس مو كل الموظفين، ها؟ مو كلهم. انا من جهتي ما ببخل بالنصح والارشاد على اي مواطن. برد على استفسارات وتساؤلات الكل، حتى لو كان الموضوع مو مصلح باختصاصي، برد. سيدي واضح، لأنه ما شاء الله كان، عليك روح مطاطة كثير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ترى معاملتي، شو بدها بعد تصديق إخراج القيد؟ ها أنا هلا تنية رح بكتب لك عليها حاشية، بعدين بيأشر عليها رئيس القسم، بعدين على النفوس، دغري على النفوس. لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي شغلتنا طويلة. لا طويلة بلا شيء انت التاني، عاد شو مستعجل؟ عم نكسب شوبتك اليوم ولا مليت منا استاذ؟ اعوذ بالله لا يمل. بتصدق بالله؟ امنت بالله. اليوم يعني ما في شيء فيه لعندي انت، شو بقول لحالي؟ وينه يا ترى الاستاذ اسامه بقدونس؟ ما بين عني اليوم، ما بين. صدقني القلب على القلب، عم بستفقد لك يوم اللي ما بشوفك. الله يخلي لي اياك، يسلم لي الوش العلوي الهي. دخيل عينك، شوف لنا الورق. ايه على عيني وراسي، شو عليه؟
ايه اخي، هي بدها تحويل من دائرة الكشف والمعاينة. مين بعتك لعدي لهون؟ فرار صادق. لا اخي، اول شيء بدك تروح على الكشف والمعاينة، بعدين تجي لعندي. وبعدين؟ لح من هون لبعدين فرح بي، وقت بترجع بنقول لك. على شو مستعجل انت؟ على شو؟ على شو بدي افهم بس؟ طيب شكرا. عفوا، اهلين اخي. اخي فظيعين فرع هالصادق، فظيعين كثير. ابي يدف شغلي بهالمراجعين كيف ما كان، يعني لحد هلا ما كانوا يفهموا انه هي حالة الالتماس بدها تمر على الكشف والمعاينة بالاول بعدين تجي لعندي لهون. ايه معلش ابو هيثم، بدك تطول بالك. طيب شو رايك هلا تشرب معي كاسة شاي هيك، يعني اكرك خمير شاي عجمي على اصوله؟ سيدي ما في مانع. يا على عيني وراسي. لو بطقي ما راح بوسك وما راح طالع نفوسك. بتصدق يا نادية انه صرت انا وابو هيثم من اعز اصحاب؟ منو هذا ابو هيثم؟ ابو هيثم ما غيره، الموظف اللي حكيت لك عنه. اشي طبيعي يصير هيك لانك عم تشوفه كل يوم وتقعد معه اكثر ما تقعد معي. بصراحه يا ناديه، ابو هيثم حباب وظريف وبيحب يخدم، مو مثل باقي هالموظفين اللي بيحكوا من راس من اخيرهم ولا بتاخذي منهم لا حق ولا باطل، واذا فرضنا ردوا عليكي بتحسي يا منيه يا صدقه. اشكر ربك اللي وقعك بين ايدين موظف مثل هاد، والا كنت طفشت من اول يوم. يعني لما بتلاقي بهالايام هيك موظف، هي لحالها نعمه كبيره. ايه ناديه، ما بينت اختي عايده؟ ما شفتها، مدري شو قصتها، بس اكيد بكره بتنبقلي من الساعه 10 لا تسالني على المعامله. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين معك. اهلين اهلين. يا اهلين وسهلين معك. كيفك اخي ابو هيثم؟ الحمد لله شرف تاح. اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول نهاري قاعد من القضبيه يا اخي، بشي بدي دخله، بس شو بدي اسوي هيك شغلي؟ ايه انت اللي صار لك زمان ما بينتنا حين شغل مالي عليه. كنت عم طالع براءة الذمه من الماليه. ايه عظيم كثير، كثير حلو، وان شاء الله خلصتها؟ صارت جاهزه. تفضل. عظيم كثير، وهي انا بدوري رح اضم لك يا اهل المعامله. ايه سيدي، شو ناقصها لسه؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب الشوم منك يا استاذ اسامه، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره، بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومك عم يحضروا هنيك مؤتمر عن تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد النامية، ونحن بالجملة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات أخي أسامة مو مخول حدا يوقعها على بعضه، يعني ما بتخلص بصريح العبارة. التاريخ الطابو مالك علي يمين تحدفني، في معاملات ما تصحبها، نفخوها يعني، ما تلاحوا ولسه ما خلصت، بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصت، ما خلصت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ إذا كان عمي طابو هالطابو مو بحكي لعبة، بده تأني وتذوي وطولة بال عالبيكار، ما بده هوشنة وعصبية وبصلة محروقة. سيد أسامة شوف، شايف هالكيس هاد؟ إيه شايفه، شو فيها؟ هاد حطام؟ لا شو حطام، أنت التاني بزعل منك ها؟ لكان شو فيه؟ هاي معاملة إزالة شيوع للحجة أمينة بنت محمد عبد البويضي. ها ليكن اسم مكتوب عليها بالقلم الأشرح بالقلم الأزرق. وقديه صار لها هاي؟ يا سيدي هاي صار لها قبل ما أتوظف أنا بالطابة ب8 سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. أوف،
45 سنة ولسه ما خلصي؟ لك حبيبي طابو طابو مو مسخرة مو أنجلة، في أموال في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم وشغلات كذا كذا. الله يرضى عليك. طيب استنى سيد أسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هاي معاملة؟ لك شو هي؟ شو البطاطا؟ يا سيدي هاي معاملة تحصل إنس للمرحوم أبو راتب ابن جميل أفندي الذهبي، ويلي جنبها هاي اسمع لحظة، هاي معاملة التركي تبع الحج أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. ودي صار لهاي؟ هاي من زمن فرنسا. هالمعاملة هاي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي، لما صار الجلاء طعض المندوب السامي وهدى الاستقلال وصفيت بلا توقيع لحد هلا. الحق بايدهم يا اخي، المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده، يعني الشغله فيها مسؤوليه مو ضحكه لعبه. طابوا ها طابوا. لحظه سيد اسامه، وشايف هالشوال هاد؟ وشو قصتها هاي؟ هاي معامله من زمن السلطان عبد الحميد. لك انت شفت البنايه المهبطه يلي صنع على هالحاله 60 سنه؟ انو بنايه هاي؟ يعني وين موقعها؟ باكبر شارع بالبلد معروفه. وهالمعامله بتخص هالبنايه، وهالبنايه عليها نزاع، مات المورث ماتوا الورثه لحقور الاحفاد واحفاد الاحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وانا والله يعني لاقول لك بصراحه عم حاول خلصها بهالشهرين. هلا ما خلصت بستين سنة وانت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو استاذ اسامة، يعني نحن مالنا معبين عينا؟ يعني بعدين المعاملة استكملت وراءها كفاها الله، والسفارة التركية سفارة ساعدتنا ما قصرت. ليش؟ بدك تسأل ليش؟ بعرف، لانه اصل الملك لواحد من بيت اورخان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلا بالنسبة لي شو لازم اعمل؟ يا سيدي انت معاملتك خلصت، يعني شغلتك موقفه على توقيع واحد. ولا سيدي اسامه يعني خلاص مليت منها وبدك تحمل هالمعامله بقى سيدي بتمشي؟ اعوذ بالله، مين قال هالحكي؟ اصلا انا اللي مهون علي مصيبتي انك موجود. يعني انا فرحان من كل قلبي لاني كسبت صديق مثلك. يا هذا الحكي اللي بنسمع. اذا سمحت يا اخ. نعم. في لي عندكم معامله. معامل على باسم مين؟ باسم طالب حسني. طالب حسني، طالب حسني. ايه زكتها، زكتها ليك المعاملة عندي، بس ناقصها. ناقصها. شو ناقصها؟ يا سيدي بدك توكيل من اخواتك، يعني من كل الورثة من عند كاتب العدل. توكيل جاهز؟ جاهز عظيم جدا. لك اكتب استدعى جديدة، روح سجلها بالديوان، تعال تعال ديوان. ماشي. الله يرضى عليك، يا اهلين بهالوش الحلو. استاذ اسامة. دخلي وشو صار بزبونك كفرسوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبك. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامي. ايه؟ ليش اسطوح الهامي من حصتك؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميته موت على ما تبيع. قولي له هالحكي لجوزي، المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. حاضري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين وسهلين مرحبتي. يا اهلين وسهلين. مرحبا يا اهلين وسهلين. يا هيثم لك هدول. لا يا شدتك والله لك حلي سنونك باردين وصراف. يا اخي اعتذرني بس تعي والله زعلان منك. تمام، لانك صار لك مقاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك؟ والله شئت لك. لك وانا كمان شئت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مشاغل الدنيا. اي والله مني. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده اربع ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. قالوا نعم. ايه انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو الحكي؟ قال لا. يلا يلا جاي. خير ابو هيثم؟ شو في؟ قرايبي تركوا لي امامي عن صمام الحاره يلي تحت مني، بدي روح اجيب اعوام قبل ما يشتغل. انا بروح اجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معونه يعني، الله يرضى عليك، انا بروح اجيبها. بس انت هلقتني اياه، عود محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما بدي شيء، خذ وعطي معهم، ما طول انا 10 دقائق بس. شو امور ابو هيثم؟ على عيني وراسي. بس
دخيل عينك شو في هالورقة؟ حط لها طوابع وخذها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب 20 وطابع شعبي ب 15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بدي أعمل معاملة حصر قرص، ممكن أعرف الوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، أمور. شو ما عرفته؟ معاون مدير العام. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وأنا مفتش الوزارة. يا ميت اهلا وسهلا، شرفوا شرفوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ نعم انا. وهي المعامله ليش على مكتبك؟ هي سيدي هي عليها مشكله سيدي. شو المشكله؟ سيدي احد الاخوه مو اخذين منه وكاله رسميه. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات طلعوا ناقصين وكاله. وهي شو قصتها؟ هي سيدي هي بدها ورقة من لجنة التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقة التحديد والتحرير شو بدها؟ إخراج قيد عقاري، بعدين حاشية من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري ايه طيب بدها ناخذها لعند اوكي. طيب شوف لي المعاملة، ليش واقفة عندك؟ سيدي هي عليها مشكلة صغيرة. وشو مشكلتها؟ أخذين ورقة مختار من غير محلة، يعني أصحاب المعاملة بكفر زوزة وأخذين ورقة مختار من الحجر الأسود. وشو فتوى هيك حالة؟ سيدي تغيير ورقة المختار والتصديق على ختم المختار من البلدية ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير، يبدو أنك موظف عتيق. كم سنة صار لك هون؟ أنا صار لي 37 سنة سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذا بتريد اصرف له مكافأة نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، أنت شو عم تعمل هون؟ أنا لي معاملة هون. شو اسمك أنت؟ أنا أسامة بقدونيس. وين معاملة الأخ؟ ليكو هون سيدي. هي هي سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه. ما بيصير هالحكي، شو ما حدا مخول؟ استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضل سيدي. يسلم ادياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا، شرفت والله معكم سيدي، الله معكم. لك لو لا وين انت يا سالي وسامة؟ والله وشك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت المفتش انا بالاول. ابو هيثم ايه يطلع لي نص المكافأة ها؟ ايه ليش بقى؟ على قولة رجال الأعمال 50-50.